يا جدعان عاملين ايه؟ شركة ريلمي اللي من كام يوم اعلنت ان في موبايل نزل في مصر هو الريلمي جي تي نيو 2، موبايل المفروض بمواصفات ممتازة ولكن السعر غالي حبتين قوي، حبتين كتير. ولكن هندردش عن مواصفات الموبايل ده مع بعض وعن السعر بتاعه ويستاهل ولا لا اصلا، وكل ده هنعرفه في الفيديو ده. بس انت رايح فين؟ طالما وصلك الفيديو متنساش بقى اللايك بتاعك، انزل اعمل لايك دلوقتي حالا، وتشترك بقى لو انت مش مشترك عشان نوصل ل 100000 ونعديها كده في اسرع وقت. وبس كده يلا على الفيديو. وعلى السريع وعشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده، فمواصفات الموبايل ده بتلخص في التالي. اول حاجه الموبايل تصميمه بالكامل من البلاستيك، شكله جميل وظهره لامع وكل حاجه وبيعكس كده الانوار، ولكنه في النهايه بلاستيك. تاني حاجه النقطه بقى اللي بتميز بيها الموبايل ده هو انه جايب سناب دراجون 870 مع ذاكره تخزين سريعه جدا جدا، هي اليو اف اس 3.1، يعني هتنقل الملفات بقى بسرعه رهيبه، سواء بتنقل ملفات من الموبايل للموبايل نفسه من فولدر لفولدر، او بتنقل ملفات من موبايل لكمبيوتر او كمبيوتر لموبايل، سرعه القرايه والكتابه فيها هتكون سريعه. ثالث حاجه انه جايب نسخه 12 جيجا بايت رام، فانت انسى الرام دي 3 4 سنين قدام. ثاني حاجه الموبايل ده جايب شاشه اموليد بتردد 120 هرتز، بتدعم محتوى الاتش دي ار 10 بلس، بسطوع بيوصل ل 1300 نتس او 1300 شمعه. الشاشه هنا خرافيه، معالج رايق لحد دلوقتي، يعني مفيش معالجات كتير اقوى من البروسيسور ده، فشاشه ومعالج زي الفل. تالت حاجه كاميرات الموبايل ده كاميرا 64 ميجا بكسل مع كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل للماكرو. كاميرات الموبايل ده مش هتكون افضل حاجه، يعني من ايه، من قبل ما ينزل كده مش افضل حاجه، هتكون كاميرا متوسطه لمتوسطه عليا، مش كاميرا فلاجشيب اكيد يعني. حبه بقى مميزات تانية في الموبايل ده، الموبايل ده ما فيهوش مايك تاني لعدد ضوضاء، ودي حاجه كارثيه لما تعرف سعر الموبايل كام وتعرف انه ما فيهوش مايك تاني يعزل لك الدوشه والضوضاء، فده يعتبر عيب كارثي. تاني حاجه عندنا هنا السيريو سبيكرز. تالت حاجه الموبايل جايب واجهه ريلمي جديده، الريلمي يو اي 3 المبنية على اندرويد 12، والموبايل انا عارف انه هيكون سريع ومستقر لابعد حد، واجهة ريلمي دي مع البروسيسور ده هيكونوا لك توليفة اداء زي الفل. رابع حاجة الموبايل ده بيفتح برضه بالبصمة، ولكن البصمة هنا مدمجة في الشاشة مش في الزرار باور، ودي بتكون تجربة جميلة لو البصمة هنا سريعة. واخيرا وليس اخيرا بطارية الموبايل ده 5000 ملي امبير اور مع شاحن سريع جدا 65 واط، عشانك الموبايل من 0 ل 100% في حوالي 40 دقيقة بس. والموبايل ده جايب 3 الوان، لون اسود ولون اخضر ولون ازرق. الموبايل ده بقى سعره كام بقى؟ هنا تكمن المشكلة. الموبايل ده سعره للنسخة ال 256 جيجا مساحة تخزين و 12 جيجا رام حوالي 12000 جنيه مصري، يعني داخل له في 600 $700. فبسم الله الرحمن الرحيم كده انا شايف الموبايل ده سعره مبالغ فيه جدا 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 جدا، وتروح تشتري الشاومي 11 تي افضل منه بمراحل بسعر 8700 جنيه، فرق حوالي كام؟ 4000 جنيه تقريبا او 3000 ونص من موبايلين تقريبا. ال 11 تي هيديك نفس الاداء وما كانش احسن، وكمان اداء كاميرات افضل، فلا الموبايل ده شايفه صفقه فاشله لو نزل فعلا بالسعر ده. ولكن لو نزلوه تحت ال 10 فالموبايل ساعتها هيكون لنا كلام تاني، لان الموبايل ممتاز وبسبب زياده الاسعار فالموبايل ده هيكون خيار ممتاز، لكن تحت ال 10 يعني اخره 9 ونص كده بالكتير قوي، وكده نكون يعني ايه دافعين من جبنه زياده كمان. ولكن 12000 دي صباح الفل، مش حاسس انه هيبيع كتير اصلا. ده كان رايي كده في الموبايل ده على السريع. لو الفيديو عجبك لايك بقى على الفيديو، وتشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول، وتحت في التعليقات بقى قول لي رايك ايه في الموبايل ده، وهل يستاهل ال 12000 جنيه ولا لا. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.